مساء الخير وبنرحب بحضراتكم مرة تانية. يمكن قبل ما ندخل في موضوع قضية الابتزاز الإلكتروني وحصلت كام حالة انتحار، يعني بنقول حالات تتعدى على الصوابع، كان في بيان أنا وقفت عند جزء منه، وده كان بيان النيابة العامة في أواخر يناير. كان البيان بيقول فيه إنه محاولة البعض إيهام في الداخل والخارج بأن هذه ظاهرة وإن هناك قصور تشريعي وقصور من دور الدولة في مواجهتها، وهذا ينافي الحقيقة وليس في جزء حتى من الحقيقة جملة وتفصيلا. ده كان جزء من بيان النيابة العامة اللي بترد فيه على فكرة إن البعض بيحاول الإيهام بأن هذه ظاهرة في مجتمع 100 مليون. صحيح. مجتمع 100 مليون حصلت فيه بعض الجرائم، والجرائم دي زي ما قلنا وصلت بعض الفتيات إلى الانتحار، ولكنها لم تتحول إلى الظاهرة. النهاردة أو خلال اليومين اللي فاتوا بيجي الدليل على ده، بيجي الدليل سواء بمواجهة الدولة أو مواجهة القضاء لهذا النوع من الجرائم. عندنا الفتاة هايدي، فتاة الشرقية اللي تهددت بصور مفبركة أو مش مفبركة، ولكن اتهددت، حصل لها ابتزاز إلكتروني. بعد 12 يوم من انتحارها والبلاغ والتحقيقات والتحول إلى محكمة الجنايات، محكمة جنايات الزقازيق أصدرت أسرع حكم في تاريخ هذه القضايا. سجنت 5 من المتهمين بأحكام بتتراوح ما بين 6 ل10 سنوات. إذن أمام أسرع حكم في هذا النوع من القضايا. طبعاً ده بيخلينا النهاردة نتكلم عن هذا الموضوع، ولكن زي ما احنا شايفين بدأنا بهذه الجزئية المتعلقة بالدور التشريعي ودور القضاء في المواجهة السريعة مع هكذا قضايا وهذا هكذا طبعا جرائم، ولكن هنروح للجزء المتعلق بعلم الاجتماع المجتمع المصري، الجزء المتعلق بالطب النفسي. ليه ممكن طفلة في حالات كانت 16 سنة لجأت للانتحار من الخوف؟ النهاردة هنتكلم في هذا الموضوع مع دكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، اللي بنرحب بيها النهاردة في مساء دي أم سي. أهلا بك دكتورة هدى. أهلا بحضرتك، موضوع مهم فعلا طبعا. وهيكون معنا كمان عبر زوم دكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي. مساء الخير دكتور محمد. لو عرفتي تعالي كمان. طيب احنا الدكتور محمد المهدي هيكون معنا بعد شوية، لكن هرجع لك دكتورة هدى دلوقتي. احنا ابتدينا المقدمة بأن الدولة صحيح بتواجه هذا الأمر، القضاء كان سريع جدا، بيانات النيابة العامة كانت دائما حازمة وبترد على أي ما يتناوله الصحف، ولكن كانت دائما النيابة العامة في أكثر من قضية بتتكلم عن دور الأهل، دور الأب والأم، دورهم في احتواء أبنائهم. أولا قبل ما ندخل في التفاصيل دي هنتكلم، هل إحنا نقدر نقول إنها ظاهرة؟ لا، هي إحنا ما بندرس علم اجتماع الجريمة بنقول الجريمة دي في صفحة الحوادث، مش كده؟ يعني الجريمة تظهر في كل المجتمعات لكنها لا تتحول إلى ظاهرة إلا بأسباب. في الحالة بتاعتنا دي يعني نحمد الله أنه حراس المجتمع اللي حضرتك ذكرتي الدور اللي لعبوه في الحسم واتخاذ الإجراءات الحازمة، يعني أنه هؤلاء حراس الأخلاق الشرعيين، واللي لاحظوا انه عالم المجال العام او المجتمع الافتراضي اللي الناس راحت دخلته ببراءة، دخلوه بقى الاشرار والاخيار، دخلوه الاخلاقيين وغير الاخلاقيين، وتصرف غير الاخلاقيين بالشكل اللي ينتهزوا فيه يعني ايه فرصة فكرة الصورة والادوات التكنولوجية الجديدة، فتحولت في ايديهم ايه الى ادوات للضغط والابتزاز. فهنا احنا كمجتمع اصابتنا الاول الدهشه والصدمه، وليه جريمه زي كده تحصل؟ لكن لان الوقت مع الاشاره دكتوره هدى برضو الى بعض الحالات للمتزوجين، زوج يهدد طبعا بصور، خدي بالك يعني مش بس فتيات طب ده عيني اقول لحضرتك حاجه مهمه بقى، انه احنا هنا كمجتمع عندنا ما نسميه بالباثولوجيا الاجتماعيه، امراض اجتماعية. منها ايه؟ منها ان احنا بنعاني من فيروسات اخلاقية، من تشرذم، من اغتراب، من الخواء النفسي، يعني في امراض اجتماعية. هذه الامراض كشفت بقى عن نفسها عند مين؟
عند الذين يعانون من هذه الأمراض. وكمان إحنا في أزمة أخلاقية، إحنا كنا في أجيال سابقة بنقول من جد وجد ومن زرع حصد، راحت داخلة علينا قيم فاسدة، قالت اللي تغلبه لعبه، مش كده؟ بدأت تظهر بقى فكرة اخطف وفر، حتى رصدت دي في الأدب وفي الشعر، اخطف وفر، يلا اللي تلحق تعمله، ارتكب الجريمة واختفي. في هذه بس الأجواء دكتورة هدى، يعني لو تسمحي لي، بتتكلمي عن الجرائم الاجتماعية، طيب، أو هذه الأخلاقيات، ده مش تعميم يا دكتورة هدى، يعني ما زال المجتمع المصري بخير ومئة لا 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 معلش، دعيني مادام دخلنا أوضة الكشف الاجتماعي نتحدث عن أمراض اجتماعية تنتشر في جنبات المجتمع، فتؤدي في النهاية من أشرار هذا المجتمع إلى ارتكاب الجريمة. فإحنا بنحذر، خصوصا إن حضرتك أشرت عدة مرات لفكرة البنات، فلماذا البنات؟ سؤال. البنات لأنه المجتمع ظالم لبناته في التربية، نقعد نقول مامتها وباباها، لا، هو ماما وبابا اللي بيربوا. المجتمع يدفع بباكج، بشنطة كبيرة اسمها قيمه تجاه البنات، ربي البنت وكسري ضلعها، مش كده؟ طب القيم دي لما تدخل في ايدين الامهات والاباء، مش بيحملوا المسؤوليه الاجتماعيه والا يعاقبوا؟ المجتمع يراقبنا، يراقب سلوكنا، ويراقب الامهات والاباء ويعاقبهم، يقول ما تربيتش، مش كده؟ طيب في الحاله دي تصبح البنات هي الاضعف اجتماعيا، يعني يترك للشاب حريه التصرف والخطا ثم لا يعاقب اجتماعيا، ده ولد، ده راجل. فالمجتمع اعتاد ان يظهر، مفيش خوف من الفضيحه اللي يؤدي للانتحار. الفضيحه ناتجه عن ايه؟ ان البنت هي التي تصبح ضحيه. هنا انا بربي البنت في كل حاله تستطيع البنت الاستغاثه، يعني ايه؟ حد شد شنطتك في الشارع، كل الناس تجري تطارد اللص، لكن اذا وقعت البنت تحت ابتزاز من هذا النوع، ها، يصبح المجتمع، تصبح هي ضحيه. يعني المجتمع لا يناصر البنات اللي تعرضوا للتحرش، ويبدا انت كنت لابسه ايه؟ وانت كنت ماشيه ازاي؟ وكنت الساعه كام؟ يبدا المحاكمه الاجتماعيه للبنات. طيب تدفع البنات للشعور بهذا. بس ذكرتي نقطه مهمه، ده كان بيحصل فعلا، ولكن مع الوقت بدانا نشوف تغير في اللهجه، ما بقتش البنت بتتحاكم، بقى في ردع قضائي في المساله دي. قضائي لسه اجتماعي. عشان تحولي المجتمع وتغيري ثقافته تاخذين وقتا. هنا القضاء حراس المجتمع وحراس الاخلاق لم ياخذوا وقتا، يكفي انهم عرفوا بهذه الجريمه ولديهم الحل ولديهم العقاب. لكن تعالي بقى نغير نظره المجتمع لبناته، خدي وقتك، لن يقوم المجتمع. وسيعلن البعض لنا على الهوى كده ان هو واقف جنب البنات، في واقع الامر البنات تحاكم وتراقب لا تزال. فهنا القضية دي ما نقدرش نضحك على نفسنا ونقول لقد صرنا مجتمعات، لا، نحن نطارد الفتيات. في فتيات في الجامعة وقصتها جت على الفيسبوك، إنها طوردت رغم أنها محتشمة في الزي، لكن طوردت من المحيطين بيها، وخصوصا أن أنت الخطاب الديني اللي ساد من السبعينات شغال في أنه يستعرض قوة تأثيره على مين؟ على البنات وعلى نسائه. فدعينا نتذكر أن الجرائم التي حدثت خلال العام الماضي واللي قبله كانت كلها تشير. طب أنا دكتورة هدى اسمحي لي هنا أقطعك، اتفضل. يعني بتتكلمي عن الخطاب الديني طبعا، ولكن ده مش رأيي الخاص، ولكن أنا بقول المعلومات اللي تبعناها خلال الفترة الماضية. شفنا دار الإفتاء وهي تتحدث عن أن التحرش حرام، شفنا حملات التوعية، شفنا خطاب احترام المرأة من دار الإفتاء، والزوايا الخارجة عن دار الإفتاء. دعينا نناقش بشكل جاد، لأن علماء الاجتماع لا يأخذون بالتصريحات بقدر ما يأخذوا الدور الذي تلعبه الزوايا البعيدة عن أنظار الأوقاف والأزهر. ما الذي تفعله؟ تحبي ده الشباب بيسجلوا لهؤلاء الناس. طيب هنرجع للموضوع الأصلي بتاعنا، هو موضوع الابتزاز الإلكتروني. أيوة. وهذه الجرائم الاجتماعية اللي حضرتك اتكلمتي عنها، ولكن احنا معانا تقرير حول هذا الحكم، الحكم اللي بعد 12 يوم بالظبط من انتحار الفتاة هدى، أو هايدي عفوا، فتاة الشرقية، ونرجع لحضرتك تاني. حكم المحكمة حضوري أولا معاقبة كل من عزة حسن إبراهيم الدسوق ومنى حسن
رهيب الدسوقي السجن لمدة 10 سنوات عم أقسم ده إليه يعني. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك في سعى جنته بإذن الله وحقك رجع لك، ودي البداية، هو رجع لك في الدنيا لسه يرجع لك في الآخرة إن شاء الله. باطمئنان تقرأ نرمين شحت الفاتحة على روح شقيقتها هايدي بعدما أصدرت محكمة الجنايات أسرع حكم قضائي في تاريخها بشأن من قاموا بابتزاز هايدي ونشر صور خاصة لها جعلتها تقرر الانتحار. حصل خلاف بيننا وبين جيراننا، مشاجرة أطفال عادية جدا زي اللي بتحصل في أي بيت ومع أي جيران، وبعدين بدأوا يبتزونا بصور وكده وطلبوا حاجات كتير واحنا نفذناها لهم يعني. فبعدين واحد جارنا من الاردن كلمنا وقال ان هو انه في اكونت على الفيسبوك معمول باسم اختي وعليه صور ليها وكده. للاسف هي كانت سامعه فاخدت حبايه الغله السم. بنت عمتها لقيتها بترجع، ايه يا عايده انت عملت ايه؟ مالك يا عايده؟ قالت لها انا خدت حبايه غله، خدتها ليه يا عايده؟ قالت لها بسبب غندوره وعيالها. اجت هنا المستشفى عملوا لها الاسعافات، ما وصلتش الزجازي، ماتت في السكه. ببص لليافطة اللي عليها اسمها وأنا مش مستعبة أصلا. مأساة هايدي جددت فتح ملف الابتزاز الإلكتروني خصوصا بعدما أصدرت محكمة الجنايات حكمها التاريخي الذي لم يستغرق أكثر من أيام. أنا أول ما سمعت الحكم ما كنتش مصدقة يعني، لأن هما كان في ناس هنا بتخوفني الحكم هيبقى ضعيف والحكم هيتفرج عليهم هم الكل والمش عارف ايه. فهي كانت مفاجأة ان كان الحكم يعني المدة كنتها ما كملتش 10 ايام وما كانش حد متوقعها خالص. رحت لها النهاردة الصبح قلت لها ارتاحي يا هايدة حق ايجي، عزة خدت 10 سنين ومنى خدت 10 سنين واسلام خد 6 سنين وغندورة خدت 6 سنين ومحمد خد 6 سنين. اول يوم امبارح اتنام ارتاح في تربتها. خلاف بين فتيات جيران في إحدى قرى محافظة الشرقية حوله الابتزاز الإلكتروني إلى جريمة انتحرت بسببها فتاة لم تتجاوز 16 عام، وقضي على فتاتين بالسجن المشدد 10 سنوات وعلى أمهما ومن عاونوهم بالسجن 6 سنوات. درس تتمنى أسرة هايدي أن تتعلمه كل الأسر قبل فوات الأوان. كل بنت مصرية لو حصل معاكي أي نوع من الابتزاز ما تفكريش ولا أهلك يفكروا ولا يخافوا، يطلع يبلغ ما يخافش زي ما أنا خفت. أنا خفت عشان إحنا هنا في عزبة والناس بتقعد على سيرة بعضها، وأنا عندي 3 بنات وخفت عليهم وعلى سمعتهم وعلى سيرتهم وخفت للناس مش يصدقوني. بس لما حصل لبنت اللي حصل العزبة كلها وقفت جنبي، كبير وصغير وعياله كله وشباب وحريم ورجالة، قالوا ما بلغتيش ليه؟ مش قلتي لنا ليه؟ طبعا يعني ابلغ كلام اتقال في هذا التقرير من والد الطفله هايدي لما قال لو اي بنت يحصل لها كده بعد اللي حصل لبنته ما تخافش. دي ابرز جمله ومهمه جدا من والد الطفله، مفيش خوف. هنا نرجع لأهمية احتواء الأهل، وحتى لو البنت أخطأت إزاي يتم التعامل مع هذا الخطأ ويكون الملجأ لأي فتاة في الدنيا هو أهلها. هينضم إلينا كمان إلى جانب الدكتورة هدى زكريا دكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. طبعا في جملة مهمة سمعناها دلوقتي في التقرير، إنه بعد اللي حصل لبنتهم والد الطفلة بيقول مفيش أي بنت تخاف. أهمية فكرة شعور البنت بالأمان، بشعورها بأنها ممكن تحتمي بأهلها بدلا من الخوف من الفضيحة سواء من أهلها أو من المجتمع اللي حواليها، وحمايتها من أي نوع من التهديد أو الابتزاز. يعني ده مهم جدا يعني، لأنه الضحية بيبقى خوفها الأكتر من أهلها ومن الفضيحة ومن أنها تلام وأنها تتهم بأنها يعني ارتكبت أفعال غير أخلاقية. فهنا الموقف الأسرة موقف يعني ممكن ان هو يحمي الكثير من الضحايا من ان هم يتعرضوا للضغط من المبتز وان هم يتعرضوا لفكرة الانتحار او ممارسة الانتحار زي ما حصل. فده يعني خطاب موجه لكل الأسر انه لو لا قدر الله
حصل أي ابتزاز لأي بنت في أي أسرة إنه على طول يحوطوها بالدعم والمساندة حتى لو كانت غلطانة. يعني في بعض حتى لو كانت غلطانة دكتور محمد، حتى لو كانت غلطانة، لأنه في بعض الحالات بتكون البنت مثلا ببراءة أو بحسن نية في علاقة حب أو في أي علاقة مع حد، ممكن تبعت صور خاصة، أو بعض البنات ساعات تبعت صور يعني بلبس بيت أو حتى بلبس خفيف أو حتى بدون لبس. أيوه. تماما في بعض الحالات المرضية زي الشخصيات الحدية أو اضطراب الشخصية الحدية عند بعض البنات، بيقولنا العيادة بتبعت صورها عريانة لواحد بتحبه في لحظة طيش أو لحظة اندفاع عملت الحكاية دي، وده بتبقى حالات مرضية فيها تهور وفيها اندفاع وفيها جوع للحب واحتياج للحب، كأنه ده رشوة علشان تستمر العلاقة. فده البنت هنا ممكن تبقى غلطانة في هذه الحالة لكنها مريضة. طب ومرتكب الجريمة دكتور محمد؟ نعم، مرتكب هذه الجريمة. نعم، تحلله ازاي من الناحية النفسية انه يلجأ لهكذا جريمة؟ هو ده بيبقى يعني شخصية، سمات شخصية مضادة للمجتمع او سمات الشخصية السيكوباتية، انه يستغل ضعف الضحية او مرضها او براءتها او غفلتها او اي حاجة. انه في بنات ما عندهمش اي اضطراب خالص لكن حتى صورها على الانستجرام او حتى صورها في اي حتة، فهو اخذ الصور وركب عليها حاجات، او حتى بعض البيانات الشخصية الخاصة بيها برضو على بعض المواقع او حاجة فيستغل ده، فهو بيبقى شخصية سايكوباتية استغلالية، يستغل ضعف الضحية أو يستغل براءتها أو غفلتها أو أي حاجة من دي، أو هي ما عملتش حاجة خالص لكنه يعني تصيد صورها من أي مكان، وده سهل جدا وبدأ يعمل ده. فبيبقى ما بين الشخصية السايكوباتية أو الشخصية المضادة للمجتمع اللي بيستغل الضحية ويضغط عليها لأقصى درجة لكي يحصل على أكثر مكاسب. المكاسب دي بقى ممكن تكون مكاسب جنسية، مكاسب عاطفية، مكاسب مادية أو أي مكاسب، وأحياناً أو انتقام لو واحدة رفضت واحد، أحياناً يكون شخصية سادية كل اللي هو عايزه إن هو يستمتع ب يعني إيذاء وإيلام الضحية وأسرته. طيب دكتور محمد، يعني كانت الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع كانت بتتكلم في نقطة مهمة جدا، إن الأمراض المجتمعية والأمراض الاجتماعية بتاخد وقت طويل، الأسرع هو القضاء. النهاردة برأيك إلى أي مدى هذا التصرف، يعني هذا التحرك السريع من قبل النيابة العامة في هكذا قضايا أو حكم سريع رادع زي اللي شفناه النهاردة بعد 12 يوم من انتحار الفتاة، حكم بالسجن بأحكام ما بين 6 ل10 سنوات، إلى أي مدى هذا أيضاً بيواجه هكذا نوع من الجرائم؟ أنا رأيي إن ده علاج مهم جداً. ليه بقى؟ لأنه ده ردع شخصي للأشخاص اللي ارتكبوا هذه الجريمة، وردع عام لكل من يفكر في هذه الجريمة. وإحنا بنقول من الناحية النفسية كلما كان الردع قريب من الجريمة كلما كان له الأثر النفسي العميق. يعني مثلا لو تخيلنا أن هذه القضية يعني أخذت 10 شهور أو سنة على ما يحكم فيها، هنا ما بيبقاش فيه الرابط ما بين الجريمة والعقاب، لكن كلما اقترب وقت العقاب من وقت الجريمة بيكون هنا التأثير النفسي الرادع أقوى بكثير. فالجرائم دي أتمنى إنها يعني تمشي في المحاكم كفاست تراك، يعني يبقى فيها سرعة ويبقى فيها أقصى العقوبة، زي ما شفنا كده من يعني سعادة القاضي الجليل الذي حكم في هذه القضية بأحكام فعلا أحكام رادعة. وده علاج سريع وعلاج قوي جدا، ويعني من ضمن عمليات تعديل السلوك للبشر وبالذات للمجموعات الكبيرة تطبيق القانون بشكل حازم وصارم وسريع.
ده نفسه ده نوع من العلاج النفسي والعلاج السلوكي لمضطربي الشخصية ومضطربي السلوك. فأنا أحيي يعني طبعا القضاء يعني لا يمدح ولا يذم يعني، لكن دعيني يعني أحيي هذا الحكم القاطع الحاسم اللي يعني بي 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 يرسل رسائل قوية جدا ورادعة لكل من تسول له نفسه، وفي نفس الوقت يعالج نفس أسرة الضحية ويعالج كل الدائرة التي حولها التي تعاطفت مع حالتها، ويعني يرسي قواعد أخلاقية ربما نحتاج إلى كثير من الخطب، مئات أو آلاف الخطب والمواعظ واللقاءات لكي نوصل هذه الرسائل للمجتمع. طيب، وإحنا طبعا بنقوم بده من خلال حضراتكم النهاردة معانا، بنشكركم حتى على هذه المشاركة في هذا الموضوع المهم. طيب دكتورة هدى، حضرتك تابعتي معنا التقرير طبعا، رغم قبل التقرير كنت بتقولي المجتمع المجتمع، ولكن شفنا الأم قالت إيه. الأم قالت بعد اللي حصل لبنتنا، رغم إن إحنا كنا في قرية وبنخاف من كلام الناس، لكن كل أهل القرية وقفوا معاهم بعد اللي حصل لبنتهم. فده دليل على إيه يا دكتورة هدى؟ على إن الجهاز المناعي الاجتماعي هينشط. الجهاز المناعي الاجتماعي هينشط. ليه بقى؟ لأنه السؤال اللي قبل ده، لماذا ابتزاز البنات بالذات وفي ايه؟ لان المجتمع عندما ربى البنت ربها على ان تكون حارسها لجسدها، وانه اي انتهاك لهذا الجسد في شكل جريمه حتى لو بالصوره هيبقى العقاب الاجتماعي لمن؟ للبنات. كان المجتمع يعاقب البنات على انها لم تحفظ، يقول لها ان شاء الله تكون لسه بس بشرفها. ما المقصود بشرفها؟ جسدها. فاذا هنا في هذا المجال ظهر نوع من الابتزاز، المستفيد فيه المجرم، يستفيد وهو قاري المجتمع كويس، قاري المجتمع بنظرته التقليدية، فهيهدد من مناطق الضعف. هنا بقى جهاز المناعة الاجتماعي اللي نشط لمواجهة مثل هذه الجرائم هو اللي هيبقى فيما بعد حائط الصد. لماذا؟ لأنه هنا القضاء تقدم، القانون تقدم بالمجتمع إلى الأمام، لأنه هو بيشد مجتمع الأغلال يعني التربوية والتقاليد وإلى آخره مكبل، فبيشد هذا المجتمع ويحرره. فطبعا عملية التحرر دي تأخذ وقتها، لكن هنا العقاب الرادع. وإحنا شفنا قبل كده من سنوات طويلة الفتاة التي اغتصبها مجموعة وأخذوا كلهم إعدام. يا كلهم إعدام؟ أيوة، علشان كلمة الإعدام موازية لقتل الروح المعنوية لهذه الفتاة، وهكذا. فهنا إحنا نحيي قضائنا لأنه القضاء المستعجل كمان، فكرة الوقت على المجتمع أن يرى المجرم وهو يعاقب الآن وفورا. فهذه الرؤية القضائية هتشد المجتمع معها إلى الأمام وتقوي بقى إيه؟ كان جهاز المناعة الاجتماعي ضعيف ويضعف بناته ويجعلهم في منطقة الاستكانة، يمكن أن تظلم ثم لا تتحرك خوفا من مزيد من الفضائح، مش كده؟ وده اللي كان بيستفيد منه المجرم. فآن الأوان أنه المجرم الذي تصور أنه هيدخل هذا العالم الجديد ويستخدم أدوات التكنولوجية، هذا المجرم آن الأوان أنه يعرف أنه في حراس للمجتمع، وأنه في مباحث للإنترنت، وإن المجتمع نفسه يتم توعيته كل يوم يعني ما يبقاش القضية وعدت، لا ده احنا نلح عليها يوميا. ليه؟ لأنه في فتيات وضحايا أخرى مرشحة. فآن الأوان أننا نتحدث يوميا ونلح على الفكرة، ونقوم بإبلاغ دائم للمجتمع من يرتكب هذه الجريمة يضيع ولن تضيع الفتاة. الفكرة دي تكرار، احنا بنحكي للأطفال حواديت تخليهم يتحصنوا أخلاقيا. فمن دلوقتي يبدأ المجتمع يتبادل على السوشيال ميديا وفي الإعلام، والإعلام هنا له دور بقى بنفس قوة الدور اللي لعبوه رجال القضاء، لأن احنا نفضل نرسخ القيم التي تقدم هؤلاء القضاء العظماء بالمجتمع. التأكيد على أن ذلك جريمة
من مرتكب هذه الجريمة والفتاة ضحية حتى وإن أخطأت. هذا طبعاً لا يعني تهديدها أو ابتزازها أو فضحها. ما إحنا إحنا هنا بندخل عالم السايبر والسوشيال ميديا وإحنا محملين بالقيم التقليدية. يعني هو كلنا داخلين السوشيال ميديا والجميع يتجمل والبعض يكذب، مش كده؟ فالفريق اللي بيكذب ده كذبه يوصل بيه لغاية فين؟ لغاية ارتكاب الجريمة دي. فمن يكذب عليه أن يتحرى أنه الكذب سيدفع ثمنه غاليا. العالم الافتراضي. صحيح. دكتورة هدى هنرجع لحضرتك تاني، وهنرجع طبعا للدكتور محمد بعد الفاصل، ونكمل كلامنا عن قضية الوعي بهذه المشكلة، وهي التي ما زالت في إطار جرائم لا تعد على أصابع اليد. نتكلم على جرائم حتى وإن تعرضت بعض الفتيات لهذا التهديد، ولكننا في مجتمع في تصدي الآن لهكذا نوع من الجرائم، وشفنا هذا الحكم القضائي السريع بعد 12 يوم بأحكام سجن من 6 ل10 سنوات. اسمحوا لي مشاهدينا، كل شوية بكرر هذا الموضوع عشان نقول أبرز ما في هذا الموضوع هو التصدي لي وتصدي القضاء لهكذا جرائم وهكذا مجرمين ومتهمين. بعد الفاصل هنكمل كلامنا. أهلا بكم مرة تانية. بنرجع للدكتورة هدى والدكتور محمد المهدي. دكتور محمد المهدي، يمكن عندي سؤال، بما أن أكيد بتجيلك حالات في العيادة، هل كان في حالات إيجابية لأهالي احتووا بناتهم تعرضوا للابتزاز، وإزاي بتتعامل معاهم، وإزاي الأهل تعاملوا معاهم، وإيه النصيحة اللي توجهها؟ كتير. يعني أنا أعتقد أن الوعي الأسري دلوقتي بقى أفضل كتير من زمان. ويعني بقوا الأسرة بتتفهم الحاجات دي، يعني لدرجة أنه يعني اللي بيقولنا العيادات يمكن نوعين من الشخصيات بيبقى فيها جزء مرضي، اللي هي الشخصية الحدية والشخصية الهستيرية. ده بتبقى الشخصية الحدية، البنت بتبقى عندها نوع من الاندفاع أو التهور، ونوع من الجوع للاهتمام وللحب وللتقدير، وبيبقى عندها يعني ثقتها بنفسها ضعيفة، فيعني بتبقى في قصة حب، فحبيبها بيطلب منها حاجات كده بالتدريج، فبتبعت له صور متدرجة لحد ما في الآخر في يعني بعض البنات كانوا بيبعتوا صور عريانة خالص، فكان بيستغل هذه الصور ويضغط عليها وعلى أهلها بهذه الصور. فكنت بلاقي يعني هو البنت هنا يعني عاملة خطأ، هما صحيح هي خطأ ناتج من حالة مرضية، شخصية اضطراب الشخصية الحدية حالة مرضية عندنا، بس الأهل مش عارفين إن دي حالة مرضية. اللي أنقذ هذه الفتاة دكتور محمد بأنها تلجأ لوسيلة إنهاء حياتها، هل وعي الأهل، هل لجؤهم فورا إلى الطب النفسي وطلب المساعدة؟ بيبقى حاجتين. أول حاجة خوفها الشديد من الفضيحة، وزي ما قالت دكتورة هدى انه البنت بالنسبة لها الفضيحة دي معناها موت، معناها اعدام، ف يعني المجتمع ما بيرحمهاش. يمكن الولد لما بيخطئ هيتسامحوا مع خطأه، لكن البنت بالذات في مسائل الشرف بيبقى بالنسبة لها ده حكم بالاعدام. أيوه. فبتخاف من الفضيحة، ده اول حاجة. الحاجة التانية بتخاف من عقاب الاهل ولومهم، أبوها هيعمل إيه، أخوها هيعمل إيه، أختها هتعمل إيه، عمها هيعمل إيه، خالها هيعمل إيه. فبتلاقي إنها قدام طوفان من الأشخاص اللي ممكن ينتقموا منها على هذا الخطأ أو على هذا الفعل. فبتلاقي إنه موتها هيبقى أسهل حاجة تواجهها من تهرب من الفضيحة وتهرب من انتقام الأسرة. لكن حضرتك بتقول يا دكتور محمد ان في حالات جات لك وكانت حالات ايجابيه، واهل عرفوا يستوعبوا ولادهم او بناتهم وحتى ودوهم حتى هم غلطانين. انا باكد على الفكره دي، يا ريت تاكد على هم غلطانين. ايوه، يعني وحتى وهم ما يعرفوش ان ده مرض، يعني اضطراب الشخصيه الهستيريه ده مرض، واضطراب الشخصيه الحديه مرض، والاثنين بيقعوا في الفخ بتاع انه تعرض ليهم صور غير لائقة أحياناً. ومع هذا كتير من الأهل شفتهم
بيتعاطفوا وبيساندوا بناتهم بيعدوا. وبالمناسبة أقول لحضرتك إنه الحالات اللي إحنا بنشوفها في الإعلام والحالات اللي هي بتنشر بهذا الشكل وبتوصل للقضاء دي حوالي 15% من حالات الابتزاز الجنسي الإلكتروني، 85% لا تصل إلى هذا المستوى. يعني لا تصل إلى القضاء وربما لا تصل إلى الإعلام. صحيح. فإحنا يعني في أعداد كبيرة من محاولات الابتزاز الجنسي الإلكتروني يعني بيتم بقى احتوائها يا في الأسرة يا في المحيط المجتمع. أنا بشكرك جدا دكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، شكرا جزيلا ليك. وهتكون معنا دلوقتي السيدة أو سيدة النائب مارثا محروس وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب. مساء الخير سيادة النائب. مساء النور يا فندم، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. أهلا بيكي. أولا إحنا عرفنا إنه حضرتك بتشاركي في صياغة مشروع قانون أو تعديل بعض القوانين المتعلقة بمواجهة أكبر لهذه الجريمة، جريمة الابتزاز الإلكتروني. ياريت لو نعرف تفاصيل أكتر. والحقيقة أنا تقدمت بمشروع قانون من أجل تغليظ عقوبة أو تغليظ عقوبة تعديل الخاص بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مع رقم 175 لعام 2018، واللي كان بيتكلم عن يعني كل الجرائم الخاصة بمكافحة تقنية المعلومات. وده كان التعديل ده نقدر نقول عليه يعني ثمرة من ثمار تحرك مجلس النواب للظواهر المجتمعية اللي شاهدناها الفترات الماضية من خلال أحداث متلاحقة من يعني أشكال الابتزاز بشكل عام. ده نظرا لأن القانون القديم ما كانش هناك في صيغة خاصة بفكرة الابتزاز الإلكتروني، ما كانش عندي حتى مادة تعريفية لفظ الابتزاز الإلكتروني، وكان عندي يعني مادة مجمعة في كل الظواهر العامة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، سواء نشر صور أو نشر فيديوهات أو تلفيق فيديوهات مزيفة أو كل الحالات بشكل عام الخاصة أو التي تلامس فكرة الابتزاز الإلكتروني، كانت مادة مجمعة وكان هناك يعني عقوبة بسيطة جدا منها، وهي كانت حوالي 6 شهور وغرامة بحد أقصى 50,000 جنيه. وكانت هذه المادة قديما كانت مادة شاملة جامعة لكل المراحل، ما كانش عندي يعني تفصيص شامل أو إيضاح شامل لكل محاولات الابتزاز. وده طبعا ولكن احنا في تطبيق القانون ولكن اللي بنعرفه أنه في أكتر من قانون، سواء قانون الجريمة الإلكترونية، في قوانين أخرى تصدت حتى لجريمة السب والقذف عبر الوسيلة الإلكترونية وبأحكام كبيرة أيضا. بالضبط، هو نفس القانون يا فندم، مكافحة تقنية المعلومات الخاص بكل الأشياء اللي حضرتك أشرت إليها، ولكن كان لا يوجد تعريف شامل أو خاص بفكرة الابتزاز الإلكتروني، وكان هناك عمومية في تطبيق القانون، وكان ده طبعا بيترتب عليه وفقا للجهة القضائية ضيق في التطبيق وعدم وجود يعني تناسب ما بين الجريمة اللاحقة وما بين القانون قديما. علشان كده ترأى لنا ان احنا بدورنا في مجلس النواب اننا نرفع حصانة القانون ويكون اكثر تفصيلا علشان يقدر يشمل كل الظواهر اللي احنا بنشاهدها الايام دي، من بدايه من محاوله الابتزاز كفعل الى حتى تاثيره على الشخص المبتز حتى وقعه الانتحار. ومن هنا بدانا اننا نعيد صياغه القانون بشكل مختلف وبشكل مفصل، واضيفت اليه ماده تعريفيه خاصه بالابتزاز الالكتروني. طيب، وهنا استاذه مارثا، يعني النهارده كنا بنتكلم عن هذا الحكم القضائي، طبعا بالتاكيد احنا مش بنعلق على احكام القضاء، ولكن كان في سرعة في حسم قضية زي دي ومحاكمة متهمين في جريمة ابتزاز إلكتروني وأحكام بالسجن وصلت ل10 سنين. حضرتك تقولي إيه في هذه النقطة؟ أولا أنا عايزة أوجه كل الشكر والتحية للدكتورة هدى ودكتور محمد ضيوف حضرتك. أنا تابعت الحلقة من بدايتها الحقيقة، وكنت يعني فخورة إن الإعلام ومنصة حضرتك الكريمة مدركة دورها، لأن حقيقي إحنا مهما بذلنا مجهود كبير جدا في مجلس النواب بشأن تغليظ أو إصدار قوانين، سيكون هناك قصور في تفعيل هذا القانون طالما لا يوجد وعي بالشكل الكافي. إحنا وصلنا بالمرحلة اللي بيها بنتكلم عن قضية تم الحكم فيها في خلال 12 يوم، وده بالنسبة لي مؤشر قوي ومبهج ومنير على درجة الوعي اللي إحنا بنتكلم فيها بشكل كبير جدا على المجتمع.
للحد اللي أنا بتفائل بيه إنه خلال الأيام القادمة ومع صدور قانون للتغليظ إن شاء الله سيكون هناك قضاء على فكرة الخوف المجتمعي مع زيادة يعني المجتمع من الوعي وإدراكه لأهمية. ده كلام مهم قوي أستاذة مارثا، يعني دوركم التشريعي والرقابي مهم جدا كنواب برلمان، ولكن حضرتك النهاردة بتكلمي عن نقطة مهمة جدا، دور رفع الوعي، دور القضاء على الخوف المجتمعي، كيف سيترجم ذلك؟ دايما أنا بقول إن الجمهورية الجديدة تحتاج منا إلى طائر جديد يحلق فيها. الطائر ده له جناحين، جناح القانون وجناح الوعي. إذا اقتص أو إذا قصر دور أحدهما في التفعيل سيكون هناك قصور في عملية النهوض بالمجتمع وصولا إلى الجمهورية الجديدة. وعلشان كده أنا بولادي من خلال منبرة الكريم إنه يكون في هناك حملة توعوية إعلامية كبيرة ومكثفة حول هذه الأشياء. وأنا كنت سعيدة جدا بسؤال حضرتك، هل إحنا في الابتزاز الإلكتروني إحنا وصلنا لحد الظاهرة أم إنها أحداث فردية؟ خلينا نتفق أو نختلف على المسميات، ولكن لا توجد ظاهرة أصبحت ظاهرة إلا بوجود مؤشرات كانت نقوص خطر في بدايتها بتنذر المجتمع على بداية تحولها لظاهرة. وإحنا دلوقتي بصدد هذا النقوص اللي بينذرنا على إن إحنا أمام خطر مجتمعي سيواجهنا. علشان كده لازم يكون هناك تصدي وتكاتف سواء على المستوى القانوني والتشريعي أو على المستوى الإعلامي والتوعوي، إن إحنا نقدر نناهض ونكافح هذه الظاهرة المجتمعية أو الآفة المجتمعية إن جاز لي التعبير على إنها لم تكن ظاهرة إلى الآن، حتى لا تتحول إلى شكل ظاهري وحتى نقتل الخوف داخل المواطنين إنه أي ابتزاز هو يحتاج منا إلى المقاومة. وخليني أتفق مع ضيفك الكريم على إن الابتزاز هو ابتزاز سواء كان الفعل حقيقي أو غير حقيقي. ما هي أهمية أن يكون هناك عقاب بالمقارنة بحياة ابني؟ كل طبعا. هذا العقاب وكل الخوف يعني لا يمكن مقارنته إذا قارناه بحياة الابن في حالة خوفه لدرجة الانتحار. طيب يعني معلش أستاذة مرسى، أكيد حضرتك شفت التقرير، فقط نذكر مشاهدين التقرير اللي تعرض من شوية لأسرة هايدي اللي انتحرت في الشرقية واللي صدر بحقها حكم بحق المتهمين اللي ارتكبوا الجريمة ضدها. شفنا الوالد وهو بيقول أي حد بنته يحصل لها كده ما تخافش، الأم لما قالت إن كل المجتمع في القرية وقف معاهم بعد اللي حصل لبنتهم. أنا فعلا شفت التقرير، وده من أهم التقارير اللي أنا شفتها على يعني الفترة الماضية، وكان من أسعدني إنه حقيقي إحنا قدرنا، يعني لو الأم دي اتسألت من خلال أيام قبل وفاة بنتها على إنها تكون قادرة إنها تبوح بهذا السر، كان هيكون هناك نوع من الاستحالة تقريبا إنها تقدر تتكلم، ده لأن الخوف كان مسيطر عليها. دلوقتي إحنا بنشاهدها وهي بتنادي العالم كله والمجتمع المصري إنه ما يخافش، هي والأب هي نفس الشخصيات، لكن أصبح هناك درجة وعي مختلفة قد تكون بعد مرار التجربة، ولكن المهم إن إحنا قادرين على الاختلاف حتى لو الوعي ده هياخد مننا وقت، لكن أعتقد وأتفائل بأنه بعد شوية سنين من الوقت سيكون هناك لدينا القوة الكافية أننا نفضح أي محاولة للابتزاز حتى لو كان بين قوسين هو محاولة صحيحة للابتزاز، ولكن في النهاية حياة أي مواطن مصري لا يمكن المساس فيها، وهو ده حق الدستوري أن يكون لديه الحماية الكافية سواء على المستوى القانوني أو على المستوى الإنساني. النائب في مجلس النواب الأستاذة مرثا محروس وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنا بشكرك جزيلا، وطبعا حضراتكم وبجهودكم سواء من الناحية التشريعية أو الرقابية أو حتى رفع الوعي بنشكرك على هذه المداخلة معنا. برجع ليكي دكتورة هدى، الأستاذة مرثا قالت نقطة مهمة جدا. أيوه. قالت أنه نقوص الخطر اللي بيحذر المجتمع أنه الجرائم حتى وإن كان عددها أن لا تتحول إلى ظاهرة. صحيح. صحيح. إزاي ممكن نوصل لده؟ أولا يعني تكاتف كل المؤسسات الحارسة للمجتمع، يعني المؤسسة القضائية متكاتفة مع المؤسسة الإعلامية مع المدرسة وهي بتربي البنات، يعني هنا المجتمع كان مربي تراث يجعل خلفة البنات هم للممات زي ما كانوا بيقولوا. فالحقيقة آن الأوان، ويعتبر البنات اللي حققت إنجاز هي استثناء، ويظل الحكم العام مش في صالح البنات. فالحقيقة لازم إحنا المجتمع ينتبه، وهنا ما يبقاش لغة لا علم الاجتماع صعبة
ولا اللغة الإعلامية صعبة ولا لغة القانون صعبة، لأنه لغة القانون بتقول إيه؟ القانون لا يحمي المغفلين، مش كده؟ طب ما احنا كلنا نبقى مغفلين في لحظة عدم وعينا بالميزة القانونية، ونيجي نقرأ المادة القانونية اللي هي صعبة. فآن الأوان يبقى في مناطق ما بين لغة القانون العالية وكيف يعني تعلم المجتمع بلغة هادئة تديله الوعي القانوني من غير صعوبة، ولغة علم الاجتماع من غير قسوة. يعني هنا معظم الناس لما تطلب المعرفة تلاقيها لغتها صعبة المنال، فهو مهم قوي أن نقوم بتبسيط، نصنع ما نسميه علم اجتماع للشعب وقانون للناس وإعلام للبسطاء. فيبقى هنا ننشر ثقافة ما بين الناس، وفي الحالة دي بنقوي احنا جهاز المناعة. جهاز المناعة الاجتماعي ده عارف انه تتربص بنا الفيروسات، مش كده؟ الفيروس يتربص بايه؟ مجرد جهاز المناعة ما يقع يبقى الفيروس لقى طريق. احنا بقى من قبل ده. وهنا لازم كمان لانه يهمنا الشباب ايضا مش البنات بس، يعني يتعرض بعض الشباب برضو للابتزاز. ففكرة الابتزاز الالكتروني جريمة متكاملة لكل الناس، بس هي استفادت من ضعف طيب وضع البنات. يمكن دكتورة هدى، يعني اكيد طبعا التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي صحيح ليها فوائد، ولكن جريمة الابتزاز والتهديد موجودة من زمان. صحيح. الى اي مدى هذه الوسائل الجديدة سهلت او كويس خلت الامر يبقى اسهل على اللي عنده بوادر مهم انه يرتكب جريمة زي دي؟ لانه كان زمان بنت لو كتبت جواب يحببها يكتب لها 10 جوابات فترد بجوابها يبقى هو أداة ابتزاز، أو صورتها ويكون خدها من واحدة صاحبتها ويتبقى أداة ابتزاز. فظلت فكرة تطوير أدوات الابتزاز بتطوير التكنولوجيا، يعني ما قبل الصورة ما كان في فترة من فترات ما فيش كاميرات. فإذا هنا لما دخلنا بقى احنا عالم الانترنت وعالم السوشيال ميديا، احنا كلنا دخلناه بدون حذر، دخلناه مبتهجين وفي حالة دي أدوات جديدة سهلت لنا نكلم بعض وأصدقائنا يبقوا على صلة بينا الـ 24 ساعة إلى آخره. في هذه اللحظة اللي يفقد فيها الحذر بيكون هنا إيه؟ الفيروسات تنشط. فالحذر كمان، أنا لن أحدث الفتاة فقط وأحدث الشبان أيضا، لأن هم هيتعرضوا لأنواع أخرى من الابتزاز وأصعب. فهنا يبقى دورنا في رفع الوعي بأننا لا نقول الكلمات ثم نذهب ونشعر أننا قدنا واجبنا، لا ده احنا نفضل نلح على. وده كان بيعمله الشعب نفسه والمجتمع بأنه يقول الأمثلة الشعبية، مش كده؟ يعني كان المجتمع الريفي المصري لما يجيله حد كده مجرم عايز يرتكب جريمة يقول له ده انت لو نار ما تحرقش مطرحك، يعني يقلل من أهميته، يعني أنه أقل من عود الكبريت. فيبقى شاعر هذا المجرم بالضآلة. فهنا المواجهة ليست دائما طبعا، هذه عائلة شجاعة، وكم من العائلات ليس لديها هذا القدر من الشجاعة، لكن اللي شجعها أكتر مساندة مؤسسات الدولة الحارسة لقيم المجتمع والحارسة لأخلاقياته. وهنا برضو بنرجع تاني للنقطة اللي قالتها أستاذ مارثا. أيوة. هي قالت أيا كان العقاب أو صحيح تقويم سلوك الفتاة في حالة، احنا يمكن النهاردة مركزين مع الفتاة لان حالات الانتحار هي اللي كانت خاصرة، صحيح، اهم من انا افقد ابني او بنتي الى اي مدى؟ وبايجاز دكتورة هدى في دقيقة واحدة نقول رسالة للاهل في الموضوع ده. هنقول للاهل اولا تخلصوا من مخاوفكم التقليدية القديمة، لان احنا زي ما قلت لحضرتك في الاول المجتمع بيشيل الامهات شيلة كبيرة قوي. على فكرة لم تعد الأسرة تربي وحدها، فدعنا نعترف أن في مؤسسات أخرى اسمها المدرسة واسمها الإعلام واسمها السوشيال ميديا. فإذا ممن نأخذ الحكمة والعبر؟ لم تعد الأسرة منفردة بالتربية فنقول الولد ده ما ترباش منين؟ من أسرته؟ لا، دي بقت الأسرة إحدى المؤسسات، فقدت تأثيرها القديم. فلكن هنقول للأسرة تكاتفي مع المؤسسات الأخرى وأنت تؤدي مهمة التربية، وندعو الناس أنه ما يتصداش كل من هب، كل من له قدرة فطرية بيولوجية على الإنجاب لا يصلح أبا وأما.
دي نقطة مهمة، مهمة قوي، دي مهمة ولا كبيرة حتى قوي. القدرات المالية صحيح، دي مهمة كبيرة قوي، فآن الأوان أن ينتبه الناس ألا يدخل عالم الإنجاب عشان يجيبوا لنا الجيل الجديد والمجتمع يجدد نفسه بالأجيال القادمة إلا إن كان واثقا من قدرته على تحمل المسؤولية. أنا بشكر حضرتك جدا دكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع، بشكرك جدا على وجودك معنا النهارده في مساء دي أمسي. أنا اللي بشكر حضرتك على الجرأة في المعالجة كمان.